سيد الوزير، سيد حنا كمنتخبين عندنا مده ملي يكون محط هذا الطريق يدير 15 بلديه. اليوم بمناسبه مارس احياء ذكرى تاع بن بوليد، جهه هذه المنطقه هذه الجبليه المخرج الوحيد اللي ما عندوش دبلفوا. كل مره يجينا مسؤول هنا يقول لنا استناو توابيا. اليوم حبينا اليوم حيني اليوم وقت اللي غدوه. إذا كان راح نستناو الدراسة هذه نتاع 2012 ما نقدروش نوصلوا إلى المبتغى. عندنا مدة سيد الوزير، والله عندنا مدة راه نستناو في الطريق هذه وبأمس الحاجة. تفضل سيد الوزير. والله يا سيد الوزير يعني راه والله متأثرين بزاف بزاف سيد الوزير. شاك جور نعطي المعلومة صحيحة سيد الوزير، لازم نعطي المعلومة باللي الناس هنايا كانوا مجموعة من المقاولين قالوا نضامنوا ومشاو هما اللي يخدموا الخدمة هذه. هو راح سيد الوالي وما حبسوه، ما كملوش دي فولونتير. سمحنا دوك نطلبوا من الدوله تاعنا هي اللي تكتب هذا المشروع. شوف انا باش يعني بكل احتراماتي لكل الجميع، دوله ما هيش تسنى باش واحد يدير مليح يدير حاجه يدير داروها. شوف الطريق راه اسمح لي سيد الوزير توضيح برك. سيد الوزير ما داروهاش، ما كانش دراسه، ما كانش خبره، ما كانش حتى نظريه باش تخدم هذه الطريق. هاي خدمة فوضوية هذه. احنا حتى تكلمنا مع السيد الوزير ووافقنا على الدراسة، راه قاعد يحلل الدراسة كيفاش تكون باش هذا الطريق يكون بالمواصفات التقنية المعمول بها عالميا. هذه الأولى. حاجة ثانية باش تكون مدة الإنجاز قصيرة. حاجة ثالثة باش يكون عنده لامباكت على المواطنين اللي يطالبوا به. الشيء اللي يقول فيه السيد الوزير ووافق لنا عليه ومشكور، وجا بروحه باش يعاين ويشوف باش يسجلوا لينا ان شاء الله في المستقبل. دونك الشيء اللي راكم تقولوا عليه ما كانش، او شي خيال ياكم تهضروا هكذاك برك. شكون هذه؟ وين راهي الطريق؟ ماهيش مسجله، ماهيش مطروسه، ما كان فيها حتى حاجه. شوف انا قلت لك الكلام هذه على تقول لي انا خلينا يقول لك ما يقول الدراسه لازم تكون، ما قلتش ناخروها، قلت الدراسه لازم تكون متقونه. ماشي نقول اخروها، سمعتي قلت اخرها؟ لا لا سيد الوزير، ترى كي تهضر سمعت سيدي اسمع والله راه مطير. اسمع ويهضر خليه يكمل. احنا علاش درنا دراسه بصفه مستعجله؟ درنا دراسه كي يقول مستعجله ما لازمش نديروها هكذاك برك. باكلي لازم تكون دراسه مليحه. لا دوكا حنايا كي دير دراسه لازم نشوفوا باش نقدروا ان نحسبوا لها مليح شحال ديمونسيونمون تاعها وكذا. لازم تكون تقونه، لازم نعطي لها لي زيبوتيز دو باز. هذه الاولى، ومن بعد نشوفوا. راكم تقولوا كاين حوادث مميته، كاين بعض الطرقات اخرين ما فيهاش حاجه. علاه؟ باسكو فيها سي تان ترونسون اكسيدونتوجين. نشوفوا ما هما النقاط السوداء وهذوك باش نعالجوهم. من بعد ماهيش غير ازدواجيه برك، راهي كي نعاودها وتكون دراسه نظيفه متقونه باش كي نخدموا خدمه. ما تجيش عدوى من عاودوا نوليو غدوه وتقولها وكاين حتى والو. كاين بزاف طريق مزدوج، طريق السيار وفيه الحوادث. كيما الناس ما تحترمش المرور ولا يكونوا منعرجات خطيره حتى ولو كان مزدوج. ولهذا لازم تكون الدراسه متقونه. وحنا رانا متفقين. علاش جيت انا باش جيت هنا؟ شكرا. احنا اوني كونفينكو، رانا متفقين بهذا المشروع هذا هكذا.